عسلامة، أنا ألفة سماري من سوسة، نخدم في راديو مارينا، وزميلتي الجميلة فاتن اللجمي. يعيشك، مرحبا بكم إخوتنا من الجزائر الشقيقة والحبيبة، فرحانين برشا برشا بوجودكم بحذانا. الكرنفال حقيقة السنة الحالية رائع ورائع جدا جدا جدا. هو سفغي أقيم بمدينة سوسة وهي جوهرة الساحل، ولكن كان يمثل تقريبا 24 ولاية، كانت كل عربة كانت تمثل ولاية وعندها محاكاة لحكاية معينة، فكانت رائعة رائعة جدا. وأختوتي مت بعربة غزة التي تجسد القضية الفلسطينية واللي مستنا الناس الكل، وأنا يو فريمون دي فريسيون، دونك سيتي فريمون مانيفيك يا غريابل. ميرسي للهيئة المديرة القائمة على هذا المهرجان وعلى رأسهم سي وليد بن حسين. والله يا سي ما شاء الله، هو كل عام في تونس الكرنفال بسم الله ما شاء الله. تونس بالحق من جاوها برشا بلايص سواء في تونس او خارج تونس. الكرنفال السنة كما بلتي زاد حضروا له اكثر من 300,000، في اكثر من 200,000 جاوا للالعاب الشماريخ ما شاء الله، خاصه كما قال زميلتي اللمسه الاخرانيه نتاع فلسطين بالحق كلها حسيناها. ان شاء الله ربي ديما سوسه زينة البلدان، وان شاء الله ديما تونس حره وفلسطين حره، وتحيه للجزائر، تحيه ايضا لليبيا، وشكرا لكم.